الباب الحركة رهيبة كذا الله أرحم. لا أستطيع الإصلاح، لا يمكن إصلاحي. اذكر والله قولوا ما شاء الله قطعة تسجيل جديدة، متعوا عيونكم وابصاركم خلاص 4K. طيب يا صالح انت كنت تسجل مقاطع 4K، طيب المقاطع اللي كنت انا اسجلها 4K كانت على البي سي، لكن البلاي ستيشن الان خلاص مع القطعة هذه الامور زي الحلاوة. اسمها نينجا، هذا الكرتون حقه نينجا في بروكيت، هذه نفس القطعة اللي استخدمها ملزلز، تعرفون جودة مقاطع ملزلز من احسن ما يكون. هذه الليجاتو اللي انا كنت اسجلها، فيعني لا تخافين ما راح ارميت، ما راح اقبرت زي البلاي ستيشن 4، نخليها على السويتش لان السويتش يعني الى حينهم يعني 1080 ما بعد ترقوا وراحوا لل 4K ولا البثوث المباشره، بس خليها. لكن الان خلاص اسف على المقاطعه، لكن علينا ايجاد المزيد من الكرات. احتمالاتي لن تعمل جيدا وسط الرياح، هل من طريقه لتهدئتها؟ لحظه إيه، خلوا بدام انه في شاشه يعني قطعه التسجيل، خلونا نشوف يعني بالشاشه هنا. خلونا نشوف يعني الكره كيف هذه. تلك كرة ثقيلة ستثقل أي شيء تلمسه، مما يبدو بديهيا عندما تقولها عاليا. أها، إذن ما الذي تحمله في كتابك؟ أحدث مجموعة معلومات في الكون نظمها أبي. ومن هذا؟ أظن أنك تعرفه على أنه السباك. هو أبوك؟ ماذا يفعل الآن؟ ليش يروحون يسار؟ أخذ أول إجازة له وتوليت أنا المسؤولية، وها أنا أحاول ما في وسعي، ولكنها مسؤولية ضخمة حتى عندما لا يكون الكون معرضاً للخطر. شلون نفتح لهم ذولا طريق؟ أصبروا أقدر أرمي هناك. شو يصير؟ حسناً، كيف أصبحت رسولاً؟ في الحقيقة لم أخترس، أطلقه علي رهبان سافالي بعدما ساعدتهم في قراءة أرشيف لديهم. ماذا يعني ذلك؟ إشارات وأحاديث كثيرة، مثل هذا دليل هواتف من بلار، وهذا سن من كيرتشو، وهذه قصيدة حب من تراكلون. ليش يا طيب شو سوي الحين؟ أضغط هذا مرة ثانية، أضغط ذا مرة ثانية. يلا الحين تقدموا، يروحون لطريقهم الحين. يلا الدرب مفتوح، ننتظر. غير معقول، علي تدوين هذا لأنه كان لا يصدق يا كلانك. تبقت اثنتان. تليبورت تو اكزت. حلو، اقدر اسوي تليبورت. كيف تسير الامور مع ريفيت؟ هذا رائع، اخترقت دماغي ورأت ذكرياتي. هل هذا ما تقومون به تلك الأيام يا أبنائي؟ لم أعد ملماً بالأحداث. ركبت سلك أصلاً ما اخترقته. من المثير أنكم من بعدين مختلفين، لدى راتشت وريفيت اختلافات عديدة. لم يكن راتشت حذراً من الروبوتات حين قابلته، على عكس ريفيت. ربما بعدك هو الاختلاف، ربما كل نسخ راتشت الأخرى تكره الروبوتات في أبعادها أيضاً. هذه كرة هنا، ارمها. سأهوي مع ذلك بالتأكيد. حلو، طيب أوكي، عرفت الحل، عرفت الحل. يلا تعالي أدي الكرة الثانية، انظروا انظروا كيف الخطة. هذه الكرة البيضاء هنا، الكرة الحمراء، والكرة الحمراء، أي الكرة الحمراء. أوكي، بس ضطرته. إن احتمالاتي هي تمثيل مرئي لعقلي، وهي تحاول فهم البعدية، و
وكلما ساعدتها في مسارها سأفهم أكثر وأستطيع أن أصلح كل شيء. أخضر؟ إيه. أها أوكي. إيه. تعالي أنت بعد. ظهر أحتاجها علشان أدمر المنشار اللي فوق. المنشار يحجب الطريق لو عثرت على طريقة لخفضه. إيه طيب هذه الطريق بس يعني كيف ال أها هذا هو. هذا طيب الكورة. هاي لا يا شباب اعذروني إذا قعدت كده شوية شوف قطعة النينجا. رائع لم أتخيل قط أن أستخدم الكرة هكذا. لازم كده شوية أتأكد أنها تسجل. تليبورت على طول. حلو. ثالث لغز. هل هناك أي تشابه بين راتشيت وريفيت؟ إنهما سريعان في اتخاذ القرارات بخلافي دائماً أنهمك في التفاصيل. وأنت تتمنى لو كنت أفضل في هذا الشأن. ليس طوال الوقت ولكن لطيف ألا تقلق كثيراً. هنا لازم يعني ركز على التفاصيل. أنا الغاز دي قفلت على نفسك أنت. ما ينفع والله حسبه في طريق. آسف على المقاطعة لكن علينا إيجاد المزيد من الكرات. أنا الحين قاعد أدور. لماذا ترفع معنوياتي؟ إيه والله أرفع معنوياتي بدل ما تزعجن. طيب الحين هذه أوقفها علشان أخذ الكرة اللي هنا يعني بالكرة الحمراء وأخذ الكرة الخضراء وبعدين شو أسوي عندي الكرة. لانك أظن أن بإمكاني مساعدتك في مشكلة التفاصيل تلك. عليك أن تثق في نفسك. ماذا تعني؟ لو تعلمت شيئاً من أبي فهو التصرف على أساس معرفتي بأن ما أفعله يمكن أن يقودني إلى أي مكان في الحياة. أصبر. بالإضافة إلى استبدال ميكس. انقزوا انقزوا يلا نشوف يعني وين يوديكم. أها بعدين كذا. لا ليش يروحون هناك من دي الكورة. أوكي. لا لا الخضرة 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 حط الخضرة على طول. ها عشان أنا بكسرها أنا بكسرها لكم. أصبروا أصبروا أنا بكسرها لكم. إيه أصبر. طيب أنا كسرتها. ها أكسر 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 أكسر. يا سلام كسرت لهم الطريق كسرت لهم الطريق. الحين احط الكره البيضاء مكان الخضراء هذه علشان يتقلون ويمشون. تم اصلاح خلل بليزار. عمل رائع يا كلانك. شكرا لك. لا شكرا لك وتذكر الثقه هي الحل. كل واحد يشكر الثاني. يلا ريفيت خلونا ارجع له. يا سلام ابغى والله الغاز كلانكي حلوه صراحه. سنتولى امر الانسداد. اوه هنا. اجل ارسلت الاذكى من الفريق لاصلاح الانبوب و عالقوا. يلا يلا صلحنا صلحنا. كان كافيا استعدنا الامداد الهيدروليكي أو فتحنا الأنبوب. بإصلاح هذا يمكننا الآن استخدام المصعد. وقت الحفر لبعض الكورتز. يلا نبغى نجلد عاد. هنا هذا هو المصعد هنا. اقتربنا سنستعمل الحفار نحصل على الكورتز ونصلح النقلة. في حال عدم وجود فرصة أخرى لأقولها شكرا لك. لا تصبح عاطفياً معي يا بولتز. لم ننتهي بعد. اسمك لانك ولا تسنتي على بولتز. انظر هنا عاد فريق الإخوة. شكلها هي ما تعرف كتي يا شباب ما دام أن تسميك بولتز. أنا توقعت بولتز هو آلي كان معه والآلي هذا اللي كان معه يعني قلت أنا يمكن أنه كت. لا أستطيع التوقف عن التفكير. مات. ما زلنا لا نعلم ماذا حدث لبليزارد. اصبر اصبر البليزارد صار في بعدك. سنعرف ذلك ثم سلمناه ويدنه في هذا البعد. جلدناه على طول.
واكسر اكسر 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 ضربته بدل ما تفدى. اقفزي للجانب. لا لا ينفعك، خله خله ينفعك. لا اقفزي للجانب. ما عليك. لا مكان للذهاب. في مكان معليت. تحلق. يلا يمين 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 يسار يسار. كسر اللي صار، اضرب اللي على اليمين. اه هنا. لا بروح هنا، بروح هنا، بروح هنا بشوف شيء. ما في شيء. طيب خلنا نشوف يعني. طيب بالبعد هذا ايه هذا، يمكن في اشياء هنا مهمه. ما في الا فيها الصناديق. بس كسر ذولا، اخذ مسامير زياده. طيب يلا خلونا نرجع للمكان هذا المفروض اللي حنا نصير فيه. بعدين وين؟ اوه هنا. انا قلت ليش فيك رساله، لكن طلع عشان يكسر. نقترب من الحفار الرئيسي. نجلد. واو، كان حلم حياتي أن أشغل حفاراً أكبر مني بمئة مرة. حقاً؟ هذا محدد للغاية. الأهداف المحددة تتحقق. شو الهدف البايخ ذا؟ الناس عندهم أهداف. يا لومباكس ويا روبوت، خبر صار، نجحت في فك شفرة الرسالة من الخلف. أخيراً يمكننا السماع. استمعوا، لا لتشغيل الحفار، لقد دمرتها الصدوع. دمر الحفار بليزر. ماذا؟ لقد قمنا بتشغيلها. احتمي، بدأ الإغلاق. سأحاول الإغلاق عن بعد. سوي. يا إلهي هذا سيء. يا له من حفار أحمق. ظننتك تحبين الآلات العملاقة. أنا أوريك الحفار. غيرت رأيي. هذا هو الكرو. كهرب ابلعوا أيها القتالة. لحظة 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 لحظة، أنا عندي حفار يفرم. هذا كأنه حفار أصلا. صوته أصوات بضحك. أفضل استراحة في الشراب. ابلعوا. يا الله. وخر وخر وخر. ثبت ثبتوا هذول، ثبت هذول. سو كامي عمي الحين. شبكتنا متذبذبة، كان علي التغطية إلى خدمة أسرع. اصبر. يا الله. لا ثبتهم 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 كلهم. هذا في صحة هنا؟ ما في صحة. لا هذا أنا دورته قبل. لم يأتي وقت الشعور بالبر. سأفجركم أنتم. كهربت كهربت المر. طيب لا حالة كوارتز معلقة في شعاع الحفر. سأضربه بمطرقتي. أرجوك توخى الحذر. كذا ألتو مربع ضغطنا زي ما قالوا لي. أجل هناك، اقبضوا عليهم وخذوا كل ما لديهم. آه يا رفاق، علينا العودة إلى البعد الآخر بسرعة. كيف؟ لازم ألقى رسالة عشان أرجع للبعد الآخر. يا الله الهدف بحم ذولا غير قانوني. أدرت أي منش. طيب كيف أرجع؟ هذا هو كذا أرجع. يا الله دمرهم هذولا. خالة تبون تبكسلون؟ ابلع خليك مقزام. الآلي قال كذا، هذا مؤلم. يؤسفني إخباركم أنه لا يمكنني إيقاف الحفار. لم الله. أحدث إلى أرض. طيب طيب اصبر 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 عاد شوي. كيف شسوي؟ أبغط طلقات كثيرة. 3-3-1، فلنستعد لموت مشرف يوما سعيد.
نحن لن نموت بسعادة أو غير ذلك. ما هي خطتك؟ سفينة الدعم كبيرة وفتحة. وانا اللي صحت واجب ده ما شوفه. ومليئة بالوقود، إنها أقرب من أن تصبح قنبلة. أو إذا صدمناها بالحفار ستزيحه وننقذ الكوكب من التحطم. هذا مخالف للبروتوكول، لكننا في فترة ما قبل النهاية، لذا افعليها. إذن استعدوا للاصطدام. وين هذا؟ كبر ما شوفه. أنا صديقك جيم، أرجوك لا تموتي. تخلصت من الصوت الحزين بداخلي حينما صرنا أصدقاء. طيب اصبر. ليس الآن يا جيم. أتمنى لو الصوت الحزين يعمل. يبلع كمامي. ها يا مزعجين وقفوا. ليش يا صال عندك الاختصار حق هذا حق النبتة؟ طالب يا ريفورد ساعدوني. عليك الحذر. لن يساعدك أحد. يلا وقفوا. حلو ثبتكم النبتة. تحرر ذا. أنا أدور صحة. ليس الآن يا جيم. أتمنى لو الصوت الحزين يعمل. لا يا الله. طيب نقص كثير. صحتي إلى الآن كاملة. خلونا. ليش يا صالح أنت تروح هنا وتقدر يعني تطلع النبتة على طول أنت؟ يلا قربت تدمرها. كمامي عا مره قويه. تدمر الحفار. ما ادري هذا الحفار ولا لا الحفار هو ذا العملاق اصلا. الكرساله ريفت. كفو بغت تدمر. لا حسنا، ربما ليس بهذا السوء. أعلم الأمر مريب جدا، لكن المورت أخبروني عن شخص في تورين فور يدعى رجل التصليح. إذا حطمت سيصلحها رجل التصليح. إذن يجب علينا أن نتأكد من صحة الأساطير. يلا نروح لرجل التصليح ده. لا أصدق أننا أنقذنا بليزار. ماذا عن إصلاح كوارتز وإنقاذ الكوكب؟ حسناً بولت، لنعثر على رجل التصليح. شكلنا بنكمل ريفت، ما احنا براجعين الرجل ما دام انهم بيعثرون على رجل التصليح هذا. ذا رجل التصليح. هل سمعتم ذلك؟ هذا صوتي أفند الأكاذيب، الأكاذيب الفاسدة القذرة. إنهم يقولون هذا البعد مضطرب وإننا يتم ابتلاعنا بواسطة فراغ عديم الشكل. كذب. وإن كنتم لا تصدقونني فعليكم رؤية المحرقة المحلية، لأنها من الواضح أنها تعمل. والأهم، اللومباكس المخربون لم يهربوا. وكيف ذلك؟ إن لم أمسك بهم بعد. أيها الحمقى، هاكم تريدون بعض الحقائق؟ جائزة الإمساك باللومباكس 27 سكوجيليان دولارات نفارية. فقط انظروا إلى كل هذا، كبير جدا، حقيقي جدا، وغير مفتعل أبدا، ويمكنكم امتلاكه كله عندما تمسكون باللومباكس. لا شيء سيمنع دكتور نيفاريوس من إمساكنا. لنواصل التحرك. هيا بنا لنذهب لنتحرك إلى نيفاريوس. اللي كنا احنا نحس يعني شو اسمه، انا قلت له انه هو يعني رجل التصريح مو بهو اصلا، بس كذا طلع فجأة. على الاقل تلك المهمة ستكون مباشرة. لا اعلم ببعدك، ولكن هنا لا تسير الامور كالخطة. الارتجال مهارة تتعلمها بسرعة. وانا ايضا استطيع ان ارتجل. أنا أريد رؤيتك تقاتل.
يلا وانت معنس بنت يلا ارتجلي ارتجلي لنصلح بعض مراحل كوارتز. آمل أن يكون رجل التصليح جيداً. نعم أتمنى ذلك أيضاً. ترى عادي في مرة كذا بترتجل يرتجل مو بمعناته يصير رجال اللي ما يدري شباب أتوقع أغلبهم يعرف المصطلح ده هو الأقرب للمجازفة. الجسر يبدو أنه فيه عطل. كانت غارة تدافع هذه الأماكن عن نفسها ضد قطاع الطرق أو القراصنة. المعذرة، هل يعرف أحد أين نجد رجل التصليح؟ إنهم يتوخون الحذر. أجل بشتري بشتري اصبروا. في هذا سلاح جديد. العطاء لن يتوقف طالما استمر إطلاق. لو كنت رجل تصليح أين كنت سأكون؟ رجل تصليح رياح جدد. أوه مرحبا في جوهرة مجرتنا، هيا فلتستمتعوا. تعلمون أن مولونوس تعني الجنة بلغة الحثالة. رجل التصليح في هذا الكوكب إنه بالتأكيد رجل عظيم والأفضل وأعذب إن كان أحد مهتم. علمنا أن بإمكانه إصلاح المرحلة كوارتز. المرحلة كوارتز والشعلة كوارتز وأي كوارتز أي شيء، ولكن الله كان هناك القراصنة. طلبنا مساعدته لأنه رجل ضخم، ولكن بعد أيام من تحطيمهم قد انهار. ربما يمكننا إصلاحه. يبدو أنكم تستطيعان إصلاحه في لحظة، ولكن الطريق إليه دمر في الغارة الأخيرة، لذا تحتاجون إلى قاذفة. عملاق قاذفة في أوعية الصهر في الأمام. أنت محظوظ. هذا هو رجل التصليح. إذن بعد ذلك ستذهب مع راتشيت إلى بعد اللومباكس؟ هذا ممكن، لكن راتشيت ليس متأكداً. ربما هو خائف أن ملل. خائف؟ لما خائف؟ الأمر معقد. أوه حسناً، إذن إن لم يرد الذهاب سأفعل. خلاص أصبنا على طول. لا كنت أبغى أركض. هناك أوعية صهر في أرجاء الوادي. ما أنا فاضي لكم، خلونا نروح لرجل التصليح ده. هردة قادمة. يلا بعدنا عن القاطرة ذي. أوه هنا وقفنا. القضبان محطمة. المزيد قادم. يعتبر وعاء الصهر مكاناً غريباً لوجود قاذفة. استدعاء هؤلاء جميعاً مؤخراً ربما له علاقة ببعض الأعمدة المكسورة. أوه يا إلهي. رح هنا. صار صار صار. هناك صدع. ما أدري. أوه مفتاح. نعم نعم عمل مبهر جداً. مفتاح قفل. مسمار. تستمر بالقدوم. أنا مريت على المصطلحات كلها، مفتاح قفل كذا مسمار كله اللي متعلقة بالمعادن. هي قفزة. يا إلهي يبدو أن نظام القطبان هذا شديد الخطورة. أبي أسويها صح. أخشى أن ينتهي. ودي أسويها صح. ودي أسوي صح. ها هي قفزة. هذه المفروض أسويها كذا. يا إلهي يبدو أن نظام القطبان هذا شديد الخطورة. فقط انتظر، يذهب إلى أوعية الصهر. يا ساتر. أخشى أن ينتهي بنا الأمر في وعاء صهر. أنا أنصهر، عقلي أنصهر. سهل للغاية. أوه لا. مرحبا يوهو يوهو يوهو، دورنا أتى أخيرا لننهب مثل المخبولين. فرجل التصليح انتهى أمره. انظروا هذا يبدو ذا فائدة، بل أنا متأكدة أنه ذا فائدة زائدة. يبدو أن القدر قد جمعنا مجددا يا صغيرتي ريفت. إن القدر يريد رؤيتك تضرب يا بيير. يوه يا قراصنة هجوم.
يبدون في إرادة التجارب الجيدين على السلاح هذا الجديد. هاهي القراصنة يهاجمون من أجل الخردة. لن يحصلوا على القادمة. يا الله، يمكن الاستفادة من الأرض المرتفعة هنا. فكرة جيدة. الدروع يا رفاق، ابلعوا ابلعوا. دروع؟ علينا أن نكون أكثر إبداعا. كيف استخدم السلاح ذا؟ الله يطلق على الخوية. صالح أنت دائما ما تقبل صحة، تتجاهل الدفاع دائما، هذا خطأ. سأفجر رأسك. علاج شو؟ الحمد لله. هاي متى أنا طرقت النبتة ذي؟ كيف أمي ينجبون؟ يجب أن أجرب شيئاً آخر في الأبراج. ما ينفع الكهرب، لازم أجرب شيء ثاني. هي تقول كذا. طيب خلونا يعني نجرب هذا. لازم أكسر دروعهم. مت، أكسر دروعهم، أكسر دروعهم. شوف السلاح الجديد يا شباب، لازم أضرب أركوباتهم. رفيقنا الأول على حق، الكل يسرق وينبح، الكل يلهو. سلو طار ذاك. رائحة الخردة تدغدغ أنفي، لكن الخردة تظل كنزا. خذ 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 صحة. الحين بدغدغك بجسمك كله، مو بس أنفك. خلص. طيب 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 لحظة، هذا كل ما لدي. أنا أقدر كسر دروعهم بسهولة إذا ثبتهم كده. كان يجب رؤية رجل التصليح، يا لها من قوة. قد انهار. تحدثت معه أم ماذا؟ إلى هنا وصل النبتة، لكن لا، انهيار رجل التصليح لغز بالنسبة لي، ومع ذلك سأستمتع بغيابه. يا الله، طيب هذه صحيحة. وقف 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 أيها العثالة، كفوا. بيني وبين الكنزي سألقي به في أعماق التقطوا. أي شيء يلمع ويتلألأ أو حتى يومد. هذا معه الدرع. أستطيع رؤيتهم. يا الله، طيب نبتة نبتة نبتة. رشاشات الشجيرات. حلو 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 حلو. أوف، هذولا بعد، هذولا هذولا. كانت إصابة محظوظة. قلعوا قلعوا. وانت بعد. ودع الحياة. هذا كل شيء، لننزل هذه القاذفة. في صحة في صحة، قبل لا ننزل قبل لا ننزل القاذفة، الحين ننزلها. رجل التصليح، يلا خلينا نشوف. والله عاد وش ذي؟ قدرة جديدة؟ لدينا القاذفة، الآن لنعبر تلك الهوة ونعثر على رجل التصليح. واو قاذفاتي. لا تقل. الوقوف بين القراصنة وغنائمهم خطأ، استعدوا. عالقنا بالأسفل. غرستوا بعض. إذا كانت مولونوث خردة، فما الذي يأملون في نهبه؟ كوكب خردة هو أفضل مكان لإيجاد الكنوز. لا بد الظلام. إن الهومباكس تقضي على زملائنا، لا ترحمها. أوف، هناك بعد، هناك. اصبر. وقف 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 وقف. اصبر. السلاح الجديد، السلاح الجديد. شندوكي، كانت غنائمنا مملة حتى وصولك. شكرا على تلك الحيوية. أجل أجل، استمر في الضحك بيير. بيير اسمه إيه؟ بيير، تذكرت. سأطلق قوات الجيران. أي جادة مات عندي. أنا ليش أطلق عندهم؟ يعني أصبروا السلاح البكسلات. لا
يوصل يوصل كويس. قلت لا يمكن ما راح يوصل. تدمرت هذه. يبدو هذا مؤلما. المزيد كم عدد القراصنة لدى بيير؟ ربما سيساعدنا رجل التصليح. صح. يلا عاد بس حجمه مرة يخوف. بقدر التصليح ذا. وانا صحة هذا هي وراحت هناك. دمرناه مرة أخرى. نقوم بعمل جيد بمفردنا. الله في هناك بعد. أها هذه القاذفة. ما انتبهت لها. إلى السماء. هناك هجوم. ولعك بالتدخل مزعج ريفت. لما تقفين في طريقي دائما؟ فكرت يوما أنك ستقف في طريقي؟ أخشى أن أكون أنا بطل هذه القصة. مرحبا بالجميع. والله ترتار. أجيكم وأنا مسرع. أجيكم وأنا مسرع كده وأنا هجول. ها خلونا نصدمكم كده. ما ادري بس كانك قبل شيء صدمتهم بس الحين ما اعتبرونه. في صحة واجد. من مركز كثير على الصحة. في هناك صحة. في هناك يعني. ايه هذا. طيب اسرع يا صالح اسرع. لحظة 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 لحظة. مسدسات الشعاع فاضمة. يمكنني الاستعمال. طيب اللي مسكت هذا دمره قبل لا يقتلونك. ثبت ثبت. نهايته. أيها الشجرات دمركم. يا الله. ها. وش هذا؟ اوكي ظهر يعني. استعدوا للهجوم المباشر. يا الله. حلو حلو حلو. يلا باقي. بحقك. تشعرين بالتعب ريفت؟ ربما ترغبين في شريك جديد للرقص. تعال بس انت وجهني رجلا لرجل. لكنك خواف في الظاهر. والله جد جعدوا. هذا قد بريته قبل مثله. هل سنقوم بالرقص؟ لا ليس نحن. إلى هنا يا حسانة. سأحطمك بسكت. لحظة لحظة. بهذا. هذا أنا السيد فوق. أنا هنا. يلا 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 ساعدوني. هاي كم يعميها. لن تسير على لوح الخشبي. ستكون نهايتك على يدي. دمر دمر. كارب كارب عيد. دمر سعود مفعول كارب بيطول. هذا هو جزاؤك لأنك حاولت سرقتنا. ملككم. ما في صحة ولا أنا يعني ضيعت على الفاضي الصحة كلها. شكل جوزف بزيادة عن اللازم. أحمق من يبحث عن رجل التصليح. يا الله. سلام. خذ 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 الصحة لأنك حاولت سرقتنا. ملككم. دمروه دمروه دمروه. وانا بحثته. يحطمنا بسبب هذا. حلو 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 حلو. احمق من يبحث عن رجل التصليح. شوف كم اريد ان اوفر عليك العناء. توفر علي العناء. انا بوفر عليك على الحياه البائسه هذه. خلاص تموت تنام للابد. الى هنا يا فتانة. كارب كارب
بعد 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 كهربا يعني مرة زينة. خلاص لن أسمح لك بإغراقي. قبضتك قوية بالنسبة لحقير. مات. الله. أصغوا يا أعزائي، فقدنا سفينة القيادة، دمروها الآن، سنتحمل النفقات. هل أنت متأكد؟ أجل. يلا أقترح أن نتخلى عن السفينة. فهمت الاقتراح. الله راحت فيها. هذا رائع. سأسعد إن لم أرى قرصاناً مجدداً. أبغى عزم قوي. الدوريات أفضل من حشو. سأعترف، كون رجل التصليح آلياً ليس ما كنت أتوقعه. ربما عندما لا يقاتل القراصنة فهو عملاق لطيف. لا خبرة مع الروبوتات الكبيرة، لكن سنرى. مو بلازم أدمرهم دولة، خلاص كدنا نصل. اللمبة بيئر يقول إنهم يبحثون عن رجل التصليح، إذا لنقتلهم سريعاً. ستدفع ثمن إغراق سفينتنا الخاصة. مصدقوهم يا رفاق. تقترب اللومبس من رجل التصليح. لدينا غطاء جيد هنا، وسأتسلل إليه. كنتما تظنني أنكما ستهربان. استمر في إرسالهم بيير، أنتظر أن تنزل وتحاربني بنفسك. كان علي معرفة أن إغراقكم سيكون سهلاً، لأن إصلاح التصليح مهمة حمقى. تقول شيئاً يا بيير؟ توقفت عن الإصغاء. سأفتقد محاولاتك لاستفزازي يا ريفت. قاعد يبكي. لست بحاجة لتعرف ذلك. أعطوني أعطوني الصحة أعطوني الصحة. سروها لي. هناك 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 ضل ملازم قاتلهم. تقولي لازم والله شكلها. يا دمر. تعال عنك وتعال وإلا سينتهي نحونا. ليس لديك فرصة للهرب، أنت وهذا الأحمق خلف ظهرك. الأحمق الموجود خلف ظهرك. لستم بارعين في هذا. يبتسم. ستحميني في فشلهم. أو يضحك. أنا مجرد وجه العملية. يعجبني كذا كلانك إنه ماخذ الأمر ببساطة. يضحك يعني وهو يسمع إهانة. كيف ذولا يرسحنون؟ شوفوا لالي ذاك العملاق، والله انه جبان. هذول اشجع منك مع انهم اضعف. ربما سيفهم بيير الان. عن تجربة لن يفهم. هذول واقفين بدون اي حركة. هذه جت، هذه طلعت. شور وانطلق. يلا يتم القيام به من أجل رجل التصليح وكذلك أنتم. لن أتوقف، اقتربنا من رجل التصليح. أقول بلع. وينه اختفى؟ كيف لحظة عقل ذلك؟ سأكون سعيداً للغاية حينما أقضي عليكم بنفسي. لن ينزعج بيير مجدداً.
لحظة خلينا ندمر ذا. جودو يا ساتر! سيكون مسحة جيدة لضوابقنا. هذولا يصدون ضرباتي. مبدع هذولا جو. والله ما اقدر اقتلهم كذا، ما اقدر والله صعب. لا تخطو خطوة واحدة، سوف يسعد بيير كثيرا بفعل هذا. ما مت، ما مت الحمد لله ما مت. لا ذخيرة. اي لا 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 كبود يا شباب هنا. بسكليت ساعدني. يتم القيام به من اجل رجل التصليح وكذلك انتم. هم يدمرونكم. دمروا كذا. حاولي تجنب الاصابة مستقبلا. شو اسوي؟ حجرين بزاوية، يعني كيف تبيني اتجنب يا فلانك؟ سأكون سعيدا للغاية حينما أقضي عليكم بنفسي. لن ينزعج بيير. خلص خلص يا الله. لحظة لحظة لحظة، ما في طيب أي سلاح كذا. يلا هذا. الحمد لله كسرت العداء. سيكون سيلك مسحة جيدة لضوابقنا. يا الله يا شباب، دمي كان مرة تعبان. معقولة بهزمهم؟ هذا الأخيرة هنا. وقت الانتقام. يا الله وقت الانتقام. بس كيف؟ لا والله دمي كذا، دمي شوية أنا بعد. فزت عليه. ماذا لو لا يمكن إصلاح المرحلة كوارتز؟ إذا نحن في ورطة، لكن لا داعي للقلق الآن. في صحة وأنا ما بدري. انطلق يا سلام. انطلق. يلا يا رجل التصليح. جيناك عد هنا مكان الظاهر صح؟ يلا أوكي. كيف سنصلح رجل التصليح؟ علينا تشغيله اولا. تم ايقاف تشغيله لانه معطل. ها مفتاح تشغيل رجل التصليح. بس البساطه اشتغل الحين. مرحبا، هل انت بخير؟ لا أنا محطم مثل كل شيء، لا شيء يمكن إصلاحه. يا الله. أوه كفو كفو، دمرهم، ما أنا فاضي لهم. أوه يا إلهي، لا شيء. وشو؟ تم تولي أمر القراصنة. يا لطيف، ركز على التزحلق. إنه يهدم المكان بأكمله. هردة قادمة. لحظة لحظة. الإصلاح في عام فاشل ومزائل. القرار هو الأمر الطبيعي. ماذا أصبح رجل التحطيم؟ أرى رفيقا معطلا. واش هو يتحدث عني بسبب ذراعك؟ لا تنصته يا بونت. ان كنت معطلا فانا ايضا اعتقد اننا رائعان. علشان يبدا لي هي. الديك اي افكار؟ لانني اواجه صعوبه في التفكير اثناء الهروب من روبوت عملاق قاتل. اعمل على ذلك. ساتر. الإصلاح هو التنوير، لكنني لا أستحق التنوير. ليس لدي الحكمة. لا تكون لدي فكرة. أنا أستمع. شفاء
قبل الحركة رهيبة كذا. أنا معطل، لا أستطيع الإصلاح، لا يمكن إصلاحي. يا إلهي، أيمكن أن يتوقف كل شيء عن الانهيار؟ اللعبة قلبت لا يعني مسكني؟ أوف، والله مسكني. أنا سليم. ما الذي تفعله؟ أنا أرتجل. يرتجل؟ ربما أنا مختلف عما كنت، ولكنك ساعدتني لأدرك أنني ما زلت كلانك. عاد إلى رشده. أنا أشعر بالراحة. حين طلب الفولادر حمايتهم أدركت وقتها العديد من الأشياء المحطمة، العديد والعديد. وأنت أصبحت بائساً. ولكن قدرتك على إصلاح غيرك، لتعلم أن الأمر لم يكن سدى. شكراً كلانك. كيف بإمكاني أن أرد الجميل؟ أيمكنك إصلاح هذا؟ كانت مكسرة هي، ما انتبهت. شكرا لك. طيب يدك. منحتم الأمل إلى روبوت عجوز ضخم للتو. أنا من يجب عليه أن يشكركم. ما أقدر يصلح يده شكله. هل نعود إلى السفينة؟ آمل أن راتشت حظي بوقت أفضل لبناء الناقلة البعدية الجديدة. عند راتشت. إذن سنتحدث عن إنقاذك لي هناك. هل أنقذتك؟ أجل، إنك موهوب حتى في بعدي. أنا أشكرك يا ريفيت. طيب طيب خلاص، خلونا نخلص يعني لهنا. أنا كنت بروح يعني هناك الظهر المرحلة الجاي يعني راتشت، بس خلونا يعني نختم هنا لأن أنا خلف الكواليس أبغى يعني جمع، ولا صح أقدر أرجع المرحلة. المهم نختم هنا، فإن شاء الله الحلقة هذه نالت على إعجابكم، وإن شاء الله يا شباب باقي المقاطع بتصير يعني كذا 4K حتى اللي مسجل كذا على البلاي ستيشن. بس أبغى أنوهكم، أنا مقطع كراش يوم الخميس ترى أنا مسجله بقطعة التسجيل هذه القديمة، فلا تستغربوا إنه ما راح يصير يعني 4K، لكن خلاص المقاطع الجاية من الآن وصاعدا على ذي. انت بلا تضغط الزر اللي يوقف يا صالح. قطعت التسجيل هذه كان كذا شاشه تلفزيون صغيره، صدقوني يعني اقدر استخدم كذا تلفزيون صغير بدل يتطلع جيب البلاي ستيشن مجمع حديقه يمكن يعني مثلا. فعلمهم شكرا لكم.